بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ معكم بكبدة العيد. أحط بصاجة أو البقلات زيت زيتون، بعدين أحط البصل مقطع جوانح، مقطع جوانح ولا مربعات ولا أنتم واللي تبون. حاولوا أنكم تفككون البصل عشان يصير جوانح رقيقة يعني مي بعريضة. الآن بعد ما دبل البصل تحمر أحط الفلفل الملون، إذا عندكم أصفر بعد حطوا أصفر. أحط شوي فلفل أسود وأحط من بهارات ماما سارة اللي جايكم بالطريق. الحين دبل زي ما تشوفون البصل مع الفلفل، الحين أشيله من المقلاية. نفس المقلاية أحط شوي شحم، شوف حمست الشحم مع قطعات لحم زي ما تشوفون ما شاء الله أطعم له وزيان. الحين أحط الكبدة، شفت الكبدة ترى غسلتها، ضروري تغسلوا الكبدة خواتي، تقولين لا تروح الفايدة، لا ما تروح الفايدة، أدم جوا الكبدة. أحط شوي من البهارات ماما سارة وأحط فلفل أسود شوي وملح، ما كثر بهارات بالكبدة عشان ما تضيع طعمها. أحط ملح أملحه لأني أنا ما ملحت البصل ترى، والكبدة ما تصلح السرخان انتظروا. الكبدة خواتي ما تحتاج طبخ كثير، يا دوب 3 دقائق كذا على السريع وخلاص. طول النار عالية عشان ما تنزل موية. طبعا ما تطول الكبدة على النار، وتعلون النار عشان ما تنزل ماء وتصير كنا مقلية زي ما شفتوا شلون شكله ما شاء الله تبارك الله. الحين ارجع علي البصل والفلفل اللي حمسته قبل. بسم الله الرحمن الرحيم. شفتوا الكبدة؟ شفتوا اللون؟ شفتوا اللمعة؟ شفتوا كل شيء؟ ما شاء الله تبارك الله، الطريقة دي مرة تهبل. أسأل الله تعالى أن الله يديمي ويخليني ويحفظني ويرعاني.